بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض ماسك حلو جدا. اول حاجة، الماسك بتاعي بيفتح البشرة، بيوحد لونها، وكمان لو عندك نمش او كلف او تصبغات ان شاء الله هيعالجها. وغير كده ان هو كمان بيشد البشرة، ولو عندك تجاعيد او خطوط تعبيرية ان شاء الله هيعالجها. ده غير ان هو كمان لو انت عندك شعر وبري او عندك شعر في بشرتك عايزة تشيليه، الماسك ده ان شاء الله هيشيله. وكمان بيقشر البشرة وبينظفها، اول ما هتحطيه وهتشيليه ان شاء الله تحسي ان بشرتك اختلفت جدا. هينظف لك البشرة وهيفتحها لك زي ما قلت، وكمان هيديكي نتيجة حلوة جدا ومش هتبطلي ابدا تستخدميه. يلا بينا نبدأ ونشوف ايه هي مكونات الماسك. اول حاجة يا بنات معايا هيكون نص معلقة من القهوة زي ما احنا شايفين كده، دي نص معلقة كده من القهوة. هضيف لها معلقة من الترمس المطحون، طبعا بتجيبيه من عند العطار، هتقولوا له عايزة ترمس مر مطحون. الترمس طبعا يا بنات بيعالج التجاعيد وبيشد البشرة، ده غير ان هو كمان بيفتحها، ويعني مقشر قوي جدا للبشرة، وكمان بيقلل من ظهور الشعر. المكون اللي بعد كده يا بنات هيكون الجيلاتين النباتي، برضو هتجيبيه من عند العطار، هناخد منه برضو معلقة كده، هنقلبهم كلهم مع بعض. وطبعا الكمية يا بنات انت بتقدري تتحكمي فيها. بعد كده هضيف لهم ايه؟ هضيف لهم حليب او لبن سخن زي اللي معايا ده كده يا بنات، انا مسخناه علشان الجيلاتين يدوب معايا. هاخد حوالي كده 3 معالق، 1 2 3، ولو احتجت تاني مفيش اي مشكلة هاخد. طبعا هقلبهم مع بعض، ولو حسيت ان الجيلاتين لسه ما دابش معايا هاخدهم كده مع بعض وهرفعهم على النار، هعمل لهم حمام مائي علشان الجيلاتين يدوب معايا. زي ما احنا شايفين كده يا بنات، علشان اضمن ان الجيلاتين يدوب كويس، حطيت هنا البولة بتاعتي في طبق اكبر، وهضيف لها مية سخنة زي ما احنا شايفين كده. طبعا دي مية سخنة، وهقلب بقى كده معايا الجيلاتين لحد اما يدوب خالص. عايزه اقول لكم بقى ازاي بنستخدمه. اول حاجه يا بنات بتغسلي بشرتك كويس جدا من الغسول بتاعك وتنشفيها، وبعد كده هتاخدي الماسك ده وتفرديه على البشره وتسيبيه لحد اما ينشف خالص. طبعا لما بينشف تحسي ان بشرتك اتشدت معاكي قوي قوي، وبعد كده بقى بتشيليه كانك بتشيلي اي ماسك. مثلا لو انت حاطه ماسك فحم من احنا بنشتريه جاهز، بتشديه من تحت كده لفوق، وبعد كده بقى وانت بتشدي هتحس ان بشرتك بتنضف. لو عندك بقى زي ما قلت شعر وبر هيتشال، بشرتك هتتقشر. ده غير كمان لو عندك بثور سواء بيضة او سودة، كل ده ان شاء الله هيتشال. الماسك حلو، وبتمنى ان انتوا تجربوه يا بنات، بجد من احلى الماسكات اللي انا بستخدمها. عايزة تستخدميه يوم في الاسبوع، يعني ده يبقى حلو قوي. زي ما احنا شايفين كده يا بنات هقلب اهو علشان يبدأ يدوب معايا، هيبقى بجد اول ما هتدوبيه هتحس انه خلاص بقى معاكي زي الميه. بتمنى الفيديو يعجبك، ما تنسيش تعملي لايك وتعملي شير، ولو كنت اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنسيش بعد الماسك ده يا بنات لازم ترطبي بشرتك. بتمنى الفيديو يعجبك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.